السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده ذكاء اصطناعي عامل زي شات جي بي تي، تقدر ان انت تتناقش معاه وتقدر ان انت تسأله اسئلة وهو يجاوبك. نموذج لغوي، بس الميزة هنا ان هو اوبن موديل، ان هو فري، ان انت تقدر تحمله وتقدر ان انت تفعله عندك وتقدر ان انت تشتغل بيه عادي خالص. حتى في احد الشباب يعني عامل الموضوع ده وفعله على الصفحة بتاعته، هنشوفه مع بعض. ممكن تقول له عايز اكسس على البلاتفورم، ممكن ان انت تبدا امبيدد للموقع دوت على الجهاز بتاعك، ممكن ان انت تحمل الملف كله بالملفات اللي اتدرب عليها بكل حاجه، مجرد تقول له داونلود ات انت حملتها. طيب احد الشباب مهندس هشام هارون عمل الموديل اهوت، فعله على الصفحه بتاعته على الهاجنج فيس. فتقدر تيجي هنا وتساله مثلا اي سؤال انت عايزه، مثلا كم مجموع القارات، مساحة القارات، ماشي، القارات. فهو بقى النموذج اللغوي بيبدأ يشوف السؤال ويبدأ ان هو يجيب لك اجمالي مساحة الارض لجميع القارات. فانت تخيل ان الموقع بتاعك يقدر يكون موجود عليه شات جي بي تي زي كده، وطبعا تحط معلومات الشركه وهو يبدا ان هو يتجاوب معاها بشكل سريع جدا. تمام، هو بيجاوب اهوت. ممكن بعد كده تنسخ الاجابه، ممكن بعد كده تقول له لايك او ديسلايك عشان يبدا ان هو يحسن من نفسه، ممكن تقول له ريتراي، ممكن تيجي هنا في اديشنال انبوت تحدد، ممكن تقول مثلا ايه، لا ما تلتزمش بالكلام، خليك كرياتيف او مبدع. هيبدأ بقى يجيب لك كل قارة المساحة بتاعتها كام بالظبط. تمام، وممكن ما تستناش، ممكن تيجي مثلا على جزء معين كده، يعني تقدر تسأله سؤال تاني وهو لما يخلص إجابة الأولاني يبدأ يدخل في التاني على طول. تمام، هو جاهز إن هو يستقبل أسئلة. صفحة مهمة جدا، حاولوا إن أنتوا تجربوه، ده نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي خاص بالمحادثة وإن هو يفهم الحديث مع الإنسان.